ايه؟ قلبوا عليك المواجع؟ مواجع ايه بس يا متر؟ ده كلها سواد الليل وافك من هنا. ماشي يا عم. بس المهم يا حربي لما تخرج ما ترجعش هنا تاني ابدا. ارجع؟ ده انا حالف معدت بامه تاني. يبقى افتكر كلامي كويس يا حربي. ده تنساه خالص. وقبل ما تستخدم دي استخدم ده. بس ساعات برضو الحل ما بيكونش غير في دي. ماشي يا حربي اضرب. بس لو ضربت ما تعورش. ونعورت ما تقتلش. اهم من كل ده يا حربي بسرعه وما تخليش اي حد يشوفك ولا يمسك عليك حاجه. كلامك حكم ابو صلاح. حلقه في وداني عمري ما انساها. الله توحشني يا حربي. وانت كمان هتوحشني. اوه هانت. كلها كام شهر خلص مدته وحصلك. تفتكر هنتقابل تاني؟ اكيد. دنيا صغيره يا حربي. زي ما بيقولوا في المثل مسير الحي يتلاقى. هستناك. وانا هاجي لك يا حربي. عشان عارف انك واد جدع وصاحب وجه. يا ريت والله يا ابو صلاح. او على الاقل يعني ارد لك جزء من جمالك اللي غرقتني بيها طول السنين اللي فاتت دي. يا راجل جمالي ما تقولش كده عيب. لا يا ابو صلاح. السجن علمني كتير لكن انت علمتني اكتر. المهم يا حربي اتعلمت مني ولا من السجن ولا من الايام الغامقه؟ اللي اتعلمته ده يا حربي اوعى تنساه ابدا. مش هنساه يا ابو صلاح. اشوفك على خير يا حربي في الدنيا الواسعه. خلي بالك من نفسك وانت كمان. ما بلاش اللون ده معانا راح تتعب قوي ويانا. يا سلام احلى افطار من احلى دندن فيك يا مصر. يا واد يا واد بطل محلسه. قول حقي بقى بتمحلس اليومين دول. ما ياكلش الكلام ده بسمع منه كتير قوي في الكباريه. بس ما بتسمعهوش من حربي اللي لاي اي ولا زي زي اللي في القلب واحد بس يا حربي. مين يا بت؟ اللي لاي اي ولا زي زي. اوه احبك يا اصبر انت جميل. يلا استاذن بقى. ايه ده رايح على فين؟ زمان الواد زين وبركه مستنيني من الصبح. طيب هترجع تاني؟ طبعا ده كلام. بس انا بقى هكلمك بكره الصبح اشوفك عملت ايه في موضوع عن تربيه. اعتبرها مقضيه. والله وصدقت بنت رز عشان تصدقني لما اقول لك اني مش اي اي ولا زي زي يا زين. طب انا هنروح لمين هناك؟ قالت اسال على واحد اسمه مفيد ساعه والله يطلع اسمه على مسمى. قول يا باسط. ايوه كده احبك كده احبك احبك اموت فيك يا زين. اشهر. لو سمحت يا اخ. تحت امرك. قال لي استاذ مفيد فين؟ هو اللي واقف هناك ده. طيب تشكر. صباح الفل يا عم. صباح الفل. انا حربي حربي المهدي. عنتر بيه كلمني وقال لي انك جاي بس انا مش عارف انت عايز ايه بالظبط. اي مخلفات عندكم يعني عايزين نشيلها؟ مخلفات ايه؟ احنا مش في المنور هنا عشان تقول لي مخلفات. عسليه قوي الاستاذ مفيد ده. لا يا ريس هو يقصد يعني اي حديد اي خشب اسياخ تسليح اي حاجه كله هيمشي يعني. الحاجات دي بنشاونها في المخزن اللي هناك ده. احنا بقى يا باشا عايزين ناخد كل الحاجات دي ونريحكم منها واللي تؤمر بيه احنا سدادين. عمال. ايوه يا باشا. تعال. عمر يا فندم. خد الجماعه دول واطلع بيهم على المخزن المخلفات. تحت امرك يا استاذ مفيد. خليك معاهم. انا ايوه. اتفضلوا يا جماعه. سلام. كل يا رجاله. يا النبي. يا بنت بالله قسمت لك بالعشره قبل المهدي. لا كده هتلفق معاك بجد ولا ايه؟ هتنطقنا في العالي. انت كنز علي بابا يا جدعان. انا لما دعيت قلت يا رب قلت ربنا هيكرمنا بس ما اعرفش انه هيكرمنا قوي كده. عرفت انا بحبك ليه يا بركه؟ يا بركه انت صدقني ربنا كرمنا عشان انت ولاد زين من هنا حلوين. يا دي انت احنا من هنا حلوين بس انت من هنا احلى عشان انت بركه. يا بركه اضحك على يلا. ايه لقيتوا حاجة تنفعكوا؟ كله يا باشا، كله ينفع. كله؟ ناويين تشيلوا في المخزن كله؟ ده لو ما كانش عندك ملع يعني مفيد بيه. إن شاء الله هتشيلوا في المخزن كله في علبة البلوبيف دي.
انت قريته من الاول الباشا عايز. لا يا باشا، هي ساعه زمن اجيب عربيات تحمل بضاعه على قد ما يقدروا يعني. اول بقى ان شاء الله كده يوم ورا يوم لغايه ما نفضي لك المخزن ده ان شاء الله. بس يعني في نقطه كده لمؤاخذه صغيره كنت عايز اتكلم معاك فيها. نقطه ايه؟ يعني لو ينفع بس يعني بعد اذنك تصبر علينا شويه في تمن اول حموله. ليه؟ واحنا بنقصد غساله هنا ولا ايه؟ لا باشا، بس يعني على بس ما نصرف البضاعه ونقبض تمنها. في الاول بس، لكن بعد كده اي حاجه هناخدها هندفع فوري وكاش كمان. انا ما اعرفش اذا كان عنتر بيه هيوافق على حكايه الشكوك دي ولا لا. وما يوافقش ليه يعني؟ واحنا ننصب عليه. لو تحب اطلبه لنا على الموبايل واحنا نتكلم معاه. اطلبه اطلبه اطلبه. اهو عنتر بيه جه اساسا. يلا كلموه سالوه. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه عنتر بيه. الف الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا توفيق. اتفضل يا باشا. اتفضل اهلا عنتر بيه يا راجل يا وباه. اهلا يا ابني. انا يا باشا والله مش عارف اشكرك ازاي ولا اقول لك ايه على اللي عملته معانا. جميلك ده يا باشا هيفضل في رقبتي طول العمر. العفو العفو، على ايه يعني؟ مين ده يا مفيد؟ ده حرب يا باشا اللي سعادتك كلمتني عنه النهارده الصبح. حرب ايه؟ انا حرب يا باشا اللي دنيا كلمتك عني. ايوه افتكرت. مفيد شوفوا عايز ايه وريحه على الاخر وحصلني على المكتب. ريحه ايه؟ ربنا يخليك لنا يا باشا وما يحرمناش منك ابدا. شفت يا عم مفيد؟ اقول لك ريحه على الاخر. حاضر يا اخويا هريحك. سامل حسابك المره الجايه البوكة على راس الميت. روح هات العربيات وتعالى شوي اللي انت عايزه. ماشي يا عم الشباب، ومسيرنا لما نشتغل مع بعض تعرف ان حرب المهدي قد كلمته. بركه روح انت المخزن هنا وافرز البضاعه لما نجي لك. ماشي ماشي يا عم مفيد، شكلك كده طلعت اسم على مسمى. بالاذن. سلام. يلا بينا تاني. تعال اقعد جنبي. قول لي بقى عملت ايه مع رشوان؟ كل خير يا ست الكل. لقيت له سكه؟ لسه شويه، بس انا يعني ليه عندك طلب؟ امر. دلوقتي احنا محتاجين لمخزن متطرف يكون بعيد عن العيون، واهم حاجه ان ما يكونش في اي حد من المنطقه يعرف مكانه. عندي حته مخزن مهجور وكبير وفي حته ما حدش يعلم عنها حاجه، في سقاره كنت ورثاه من جوزي الاولاني. لا من جوزي التاني. هديك مفتاح. حلوه قوي، هاخد منك المفتاح وتديني كمان العنوان وهطلع انا الصبح انا والواد زن عينه. وان شاء الله يا معلمه ان شاء الله حقك هيرجع لك لحد عندك. زين هنعمل ايه دلوقتي يا حرب؟ هنوصل لاي حته مقطوعه بعد كده هنتصرف. هنتصرف يعني هنعمل ايه يعني؟ هنتصرف يا زين، خليها على الله. حاضر حرب، نخليها على الله حرب. ما هو كله على الله، كله على الله حرب. وريهم الرأس على أصولة حبيبي. تفطرها معانا يا رب، وحياة حبيبك النبي تفطرها معانا يا رب.
ده؟ ايه الخبط ده؟ بندو، هذا بندو. ايه يا اسطى في حاجه؟ سمعت الخبط ده؟ في حاجه سايبه فوق اللي انت نزلت في مطب ولا حاجه؟ طب انت هتشوف ايه فوق يا واقف على جنب؟ طيب ممنوع نقف على جنب، احنا في بين نبع عليهم ما اقفش لاي سبب ونفضل ورا على طول. اطلع يا عم شوف ايه فوق. حاضر يا اسطى طالع. حاضر اطلع تشوف ايه. ايه ده؟ انت مين؟ انا السواق الجديد يا رحوم. انا قلت من الاول هي ليله مش فايته. يا حربي ايه الاخبار؟ انت جاهز؟ يا سيدي انا جاهز. يبقى الملف اللي جاي وما تنساش تولع الدور الكبير. حاضر يا حربي، مش هنسى اولع الزفت. ربنا معاك. ربنا معانا يا حربي. اديت لي ايه؟ التريلا بعدت عننا يا اخي. طب هدي شويه خليها تحصل لي. يا ادي النيله السودا عليا. يا زين في ايه؟ الجماعه اللي قدامي بيهدوا حربي. عادي يا زين، ايه المشكله؟ يعني ايه المشكلة يا حربي؟ اخلع منهم وحصلني على المكسب. سلام. ماشي يا حربي، الله يخرب بيتك. يلا بقى، هي موتة ولا اختر. ايه ده؟ ايه؟ دي مش التريلا؟ مش التريلا؟ يا نهار اسود ومنيل. الو، عزام بيه؟ رشوان بيه عندك؟ ايوه موجود. في ايه؟ مصيبة مصيبة يا عزام بيه. ايه اللي حصل؟ التريلا، التريلا ضاعت. انت بتقول ايه؟ الله، هو في ايه يا عنتر بيه؟ في ايه يا عزام؟ مفيش حاجة دنيا، خد دعاء وروح، براح يوصلكوا لحد البيت. يروحوا ليه يا عزام؟ الليل لسه طويل والقعدة هتحلو. اللي قال جاي يقتل يا عنتر. يلا يا دنيا. يلا يا بنت يا دعاء، انا مش عارف قله المزاج دي. يلا ايه يا عزام؟ في ايه؟ العربيه اتسرقت. عربيه ايه اللي اتسرقت؟ انهي عربيه اللي بتتكلم عليها؟ العربيه اللي فيها البضاعه. يا دي المصيبه، يا دي الليله الطين. هنعمل ايه؟ هنتصرف كيف؟ انا هتصل بعدلي بيه عشان يبلغ الباشا الكبير. لا استنى استنى. ايه؟ الباشا الكبير لازم يعرف كل حاجه. مش لما نعرف احنا الاول ايه اللي حصل؟ فين حنفي دلوقتي يا عزام؟ حنفي ومفيد قلت لهم يجوا على هنا. بالظبط، نبقى نستنى لما يجوا ونعرف ايه الحكايه وبعد كده نبقى نتصرف. تفتكر بعد اللي حصل ده رشوان هيسكت؟ اعلى ما في خده وركبه. وبعدين رشوان ده باين عليه راجل مفتري قوي واكل حقوق ناس كتير، يبقى يدور بقى على مين اللي عمل فيه كده وبقابلني بقى لو عارف. احل يا خوف يا حرب لو عرف. احنا قلنا ايه يا عم زين؟ بطل تشاؤم وخليك متفائل احسن. ماشي يا عمنا، او كده نمشيها تفاؤل. حربي زين، بص لقيت في العربيه سكر بودره. جبته منين ده يا؟ ده جوه العربيه وسط الحديد. انا ما اعرفش ايه دخل سكر البودره بالحديد يعني. من السكر بودره؟ ده بودره بركه. يعني ايه؟ يعني فيها تأبيدة. ده ما كانش فيها اعدام يا عم حربي. ايه؟ اعدام؟ شفتي بقى يا دعاء؟ الحكاية طلعت سهلة مش صعبة زي ما كنت فاكرة. لا بس ده جو غريب قوي يا دنيا، انا مش واخدة عليه خالص. بكرة يا اختي هتتعودي. انا مش عارفة يا اختي، لولا التليفون اللي جالهم ده كان ممكن يجرالنا ايه؟
نهار اسود. قال لها يا دنيا صحيح هو ايه اللي حصل؟ النبي ما انا عارفه، بس شكلها كده في حاجه غريبه بتحصل، حاجه غلط. غلط؟ غلط ازاي بقى؟ اصل عزام وعنتر ورشوان في بينهم كده بيزنس مفيش حد يعرف عنه حاجه. بيزنس ايه؟ يا بنت انت بتفهميش؟ بقول لك مفيش حد يعرف عنه حاجه. بعدين يعني احنا مالنا؟ خليهم هم في البسبس بتاعهم واحنا في البسبس بتاعنا. فين العربيه يا حيوان؟ ما اعرفش يا رشوان بيه، احنا كنا ماشيين في امانه الله والعربيه ورانا بنبص ما لقيناهاش. فص ملح وداب. يعني ايه فص ملح ودابت؟ قرش وواقع في بلاعه؟ دي تريلا. عارف يعني ايه تريلا يا تريلا؟ استنى يا رشوان. استنى ايه بس؟ ما انت سامع بيقول لك تريلا واحد. اهدى يا رشوان واسكت. يعني ايه اهدى؟ انتم شويه رجاله ورا ما تنفعوش كمان تبقوا رجاله. انتم شويه زباله. السواق والتباع تعرفوهم كويس؟ ايوه باشا. يعني مضمونين؟ دول رجالتنا. الشيطان شاطر يا حلفي، يكونش حد لعب في دماغهم. عارفين هم ساكنين فين؟ عارفين عنوانهم كويس؟ هنعمل ايه يا عم حربي في المصيبه اللي احنا فيها دي؟ والله ما انا عارف يا زين. الحكايه كده كبرت قوي وبهوهت على الاخر واحنا مش قدها. هي من ناحيه كبرت فهي كبرت، اما حكايه بقى ان احنا مش قدها دي والله مش عارف. هو ايه ده اللي مش عارف؟ اذا كنا عاملين الف حساب لرشوان عشان سرقنا منه عربيه فيها بضاعه بكام الف، ما بالك بقى لو خدنا تعبيده زي دي تسوى ملايين، هيعمل فينا ايه؟ عندك حق يا زين، الحكايه تخوف. تخوف؟ دي ترعب وتنشف الدم. وطالما مفيد كان مع حنفي يبقى اكيد عنتر الشندويري موجود في الليله، ومين عارف مين تاني موجود، والناس دي يا اخويا مش هتسكت لما البضاعه دي ترجع لهم. يبقى احنا لازم نتاول البضاعه دي في مكان الدبان لزق ما يعرفوش طريق. او نخلص منها. نخلص منها ده يا عم زين؟ دي نعمه يا عم، نعمه. حد يرفض النعمه؟ النعمه اللي بتتكلم عليها دي يا حربي ممكن تودينا السجن وتعلقنا في حبل مشنقه. ده لو اصحابها ما جابوناش من قفانا من الاول يا اخويا، ساعتها مش هيبقى في حبل مشنقه ولا سجن، دول علقونا من عرائبنا كده وهتبقى نهايتنا زي الزفت. يعني ايه؟ يعني زي ما بقول لكم كده، البضاعه دي نخلص منها خالص، نرميها في النيل بقى، نحرقها، نعمل فيها اي حاجه. احنا لا هنرميها في النيل ولا هنحرقها، احنا هنتويها لغايه لما نشوف صحابها هيعملوا ايه. طب والمعلمه انشراح؟ المعلمه انشراح ملهاش غير حقها اللي عند رشوان، ومفيش داعي تعرف اي حاجه عن البضاعه. ايوه حربي بس المفروض لا بس ولا ما بسش يا بركه، خلاص بقى انا دماغي اكسدت وتعبانه ومش قادر افكر. احنا دلوقتي هنعدل العربيه ونروح، وبكره حلها الف حلاق. عملتوا ايه؟ لقيتوه؟ لقيته متعور ومتخرشم. بتقول ايه؟ طب وما قالكش ايه اللي حصل؟ بيقول واحد نط على العربيه رماها هو والتباع براها وخدها وجري، وكان معدي واحد ابن حلال بعربيته لقاهم، راح واخدهم ووصلهم لحد العمار، ومن هناك كل واحد روح على بيته، وكان مستني لما النهار يطلع علشان يروح يبلغ. يبلغ؟ يا ناقص البوليس يعرف؟ هو ما كانش عارف العربيه فيها ايه؟ لا طبعا يا فالح ما كانش يعرف. على العموم انا قلت له ما يعملش اي حاجه الا لما يرجع لنا الاول، واديته 1000 جنيه، وبعت حنفي ب1000 تانيه للتباع عشان يسكته. طب ما قالكش مين ده اللي نط عليهم في العربيه؟ بيقول ما يعرفوش، كان متلتم ومداري وشه. يا دي المصيبه، يا دي المصيبه، ايه الليله المغفله جدي؟ اقعد بقى والول زي النسوان يا عنتر، ما تنقطنا بسكاتك يا اخي. هنتصرفوا كيف؟ هنعمل ايه يعني؟ الفجر قرب يطلع، كل واحد فينا يروح على بيته، وبكره الصبح هنتقابل عندك يا رشوان في المسبك، نشوف هنعمل ايه في المصيبه دي. مفيد اطلع، مفيد اطلع اطلع. معقول اللي بتقوله ده يا حربي؟ زي ما بقول لك كده يا استاذ، عمليه ابتدت بسرقه عربيه حديد وختمت بكام كيس هيروين بكذا مليون. عندك حق، مساله بدات صغيره وكبرت وبهوقت بالقوي. انت سايبني ورايح على فين؟ يا عم ده انا ما صدقت اني شفتك وقلت انك جيت في وقتك. ما تشور عليا يا استاذ، اتصرف ازاي في الموقف المهدد ده؟ واحده واحده عليا يا حرب، ده موضوع خطير ومش عايز استعجال. هو في بس سؤال محيرني ونفسي تساعدنا الاقي له اجابه. سؤال ايه؟ اللي حصل ده حاجه حلوه تنطر الواحد لفوق وتخلي الكيكه تطلع في العالي،
ولا حاجه منيله ب60 نيله تجيب داخل واحد وتنزله 7 ارض. والله ده يتوقف على تصرفكم في الموضوع. لو اتصرفتوا بتخوف وغباوه ممكن يجيب داخلكم ويقضى عليكم خالص، لكن لو اتصرفتوا بحكمه ممكن يا حربي يكون في فايده كبيره قوي. ايوه وهو ده اللي احنا عايزينه، نستفيد من غير ضرر. طيب خلاص سيب لي الموضوع ادوره في دماغي كده، ولما اوصل لحاجه اقول لكم تعملوا ايه. بس وحياه ابوك يا شيخ ما تتاخرش عليا في الرد. لا المواضيع الخطيره دي الاستعجال فيها مضر جدا. المهم بس قول لي البضاعه اللي عندك دي في مكان امن؟ لا من الناحيه دي بقى اطمن على الاخر، احنا مخبينها في مكان ولا الجن الازرق يعرف يوصله. والله انا طول الليل بفكر في حكايتكم مع ادى دي، ما لقيتش غير الحل اللي انا بقول لكم عليه ده. ايه اللي بتقوله ده يا عم صلاح؟ ده كلام يتقال. ده ما اسموش حل يا متر. ده امال يعني ايه رايك اخ زين؟ نبيع الحديد والسياخ والمعلمه تاخد حقها والعربيه نخلص منها. والحديد ده بقى ان شاء الله يتباع لمين؟ الف من يشتري يا متر. حديد مسبوك وسياخ تتباع في السوق، يوصل الخبر لرشوان فيحط ده على ده ويعرف ان انتوا اللي خدتوا العربيه والبضاعه. تفتكر هيسكت لكم؟ لا طبعا، ده هيولعها نار ويعلن الحرب علينا ويودينا في 60 داهيه. واحنا قدها وقدود يا عم حرب، واعلى ما في خيل وركب. بطل بقى يا زين التهور والاندفاع ده. وبعدين فرضنا ان احنا مشينا ورا كلامك في موضوع العربيه والحديد، البودره بقى هنعمل فيها ايه؟ لا ده دي هنبيعها ونكسب من وراها الشهد. وانت محامي وليه سككك مع تجار المخدرات كده؟ هو اه يا رجاله يا رجاله، دنيا المخدرات دي مملكه كبيره لها سياد وملوك، ومفيش اي حد في الدنيا يعرف يخشها الا ما يكشفوه ويعرفوا مين هو وجاب البضاعه دي ازاي وجابها منين، وساعتها هتبقى نهايتكم. ما يا عم انا قلت لكم من الاول على الحل، البضاعه دي احنا نخلص منها ومن شرها خالص، نحرقها ندفنها ان شاء الله حتى نرميها في النيل. برضه اصحابها هيفضلوا وراكم يشمشموا لحد ما يوصلوا لكم، وساعتها مش هيرحموكم. جرى ايه يا استاذ صلاح؟ انت عمال تقفلها في وشنا كل شويه كده، لا عاجبك كده ولا عاجبك كده، نعمل لك ايه يعني؟ تعملوا اللي يفيد وما يضرش. بص الحكايه دي كلها لها حل من اتنين، يا تخشها حرب يا تخشها سياسه. سياسه ازاي يا صلاح؟ انك تاكل السبع قبل ما ياكلك وتروح له قبل ما يجي لك. انت عايزني اروح لهم برجليا واسلمهم رقبتي؟ ما قدامناش حل تاني. ما هو ده ما اسموش حل يا متر، ده اسمه قطع رقاب لا مؤاخذه. ما حدش بيروح للموت برجليه يا متر، ده اسمه كلام. ده يا عم حربي احنا لو رحنا لهم هيعذبونا وهيقررونا واحتمال يخلصوا مننا خالص. يا اخ زين لو انتوا خايفين قراط هم خايفين 24. جرى يا عم صلاح؟ انت عايزني اروح لهم بالعربيه وارجعها الرشوان بالبضاعه واقول له عفا الله عما سلف خلاص حقك عليا وخطوه حبايب وخلص الموضوع؟ لا انت مش هتروح بالبضاعه ومش لرشوان، لعنتر. انتوا مش بتقولوا ان في بينكم وبينه معرفه وان هو لوي في الموضوع ده بدليل ان الراجل بتاعه كان موجود في العمليه؟ اه خلاص يبقى ده اللي تروحوا له، وانا بقى هقول لكم تعملوا ايه معاه وتقولوا له ايه بالظبط. السلام عليكم يا باشا. السلام ورحمه الله وبركاته. خير يا حربي؟ عايزني بحاجه؟ عايزك يا باشا بخصوص التريلا. تريلا؟ تريلتي؟ التريلا بتاعت رشوان بيه اللي اتسرقت من كام يوم. ايوه 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 مالها؟ بس انا اعرف مكانها يا باشا واقدر اجيبها لكم. انت اللي سرقتها؟ استغفر الله العظيم يا باشا، استغفر الله العظيم. احنا لا حراميه يعني ولا قاطعين طرق ولا حاجه لا مؤاخذه، كل ما في الموضوع ان انا مجرد واسطه. انت عارف فيها فين؟ بس اعرف اللي يعرف. هات من الاخر يا حربي. عايز كام؟ عيب يا باشا، انت راجل خيرك مغرقنا وعيب، انا ما اقعدش الايد اللي اتمدت لي ابدا. حربي قصر هات من الاخر. عاوز كام؟ انا شخصيا مش عايز اي حاجه ليا، بس المعلمه انشراح يعني ليها قرشين كده واكلهم عليها رشوان بيه. رشوان بيه؟ طب ما تروح له وتكلمه، انا داخل ليه بالموال ده؟ يا عنتر بيه يا عنتر بيه، انا عارف ان سعادتك ورشوان بيه شغالين مع بعض وصحاب، وانا يعني اشتغلت مع سعادتك وسعادتك اكرمتني اخر كرم، وما انساش يعني دقه المجدع اللي عملتها معايا يوم ما استنيت عليا في فلوس الخرده لحد ما صرفها. انما رشوان ده انا ما اعرفوش لا مؤاخذه، واكيد شايط ومولع نار عشان يعني البضاعه اللي اتسرقت منه والتريلا وكده، وانا ما اعرفش لو رحت له هيتصرف معايا ازاي، وانا اصلي ببقى خول ايديا قوي ووحش ساعه الزعل. لكن سعادتك يعني لو اتكلمت معاه واتفاهمت معاه ممكن تجيب لنا الفلوس بتاعت المعلمه انشراح، وساعتها العربيه هتكون عندك في التو واللحظه. مش هي كانت جايه على هنا برضه؟ عايز كام؟ انت
23,000 جنيه ونص. ونص؟ ده مبلغ كبير مش صغير. العربية باللي فيها يا باشا تساوي أكتر من كده بكتير، بس إحنا يعني مش طماعين. هي العربية فين دلو؟ في الحفظ والصون يا باشا. سعادتك تجيب لنا الفلوس تلاقي العربية عندك في غمضة عين. بس الموضوع دي مش سهل، محتاج شطواك. مفهوم يا باشا، مفهوم طبعا. سعادتك يعني هسيبك كده تشاور رشوان بيه وتتكلموا مع بعض، وهديك تليفون كده على اخر النهار، وربنا يسهل ان شاء الله باذننا بقى. عشان نحارب المهدي قد كلمته، ها؟ تريلا بالحديد قدام عينيك زي ما قلت لك اهو. عداني لعب وازح انا، ها؟ هاي، السلام عليكم. استنى عندك انت وهو. خلصوا عليهم يا رجاله. استنى رشوان. قبل ما نخلص عليهم نتاكد الاول ان الحاجه كلها في العربيه. برعي، انت وحنفي ومفيد راجعوا الحاجه اللي في العربيه. كده يا فالح، هنتصرف ازاي في النصيبه اللي احنا فيها دي يا عم الفصيح؟ اهدى يا زين، اهدى. ليه كده يا عنتر بيه؟ ده من امنك لم تخونه لو كنت خاين يا جدع. الامثله الشعبيه الخايبه دي دول عندكم في الحاره هناك، انما عندنا هنا الكلام ده ما يجيبش هام وقت منك له. واللي يلعب لعبه مع الكبار ما هوش قدها لازم اخرته تبقى كده. كده يا عنتر بيه؟ بقى هي دي كلمتك؟ غصب عني يا حبيبي، صدقني غصب عني. رشوان بيه، رشوان بيه. ها، لقيت الحاجة؟ لا لا. يعني ايه لا؟ هنا الحديد لكن لا. غريس، ازاي الكلام ده؟ ايه ده؟ يعني ايه مش موجود؟ مش موجود يا باشا. يعني ايه مش موجود؟ مش عارف. فين البضاعة يا حرب؟ ما الحديد يا باشا قدام عينيك في التريلا اهو. حديد ايه؟ انا بسالك عن البضاعه الثانيه. البضاعه الثانيه؟ البضاعه الثانيه دي بقى زين، هو كان في بضاعه ثانيه في التريلا؟ البضاعه انا مش عارف، ما اعرفش حاجه عن موضوع البضاعه الثانيه دي خالص. انت هتسوق الهبل على الشيطان هلا منك لو. الله يسامحك يا باشا، الله يسامحك. هتقول البضاعه فين والا؟ ولا ايه يا باشا؟ هتعملوا فينا ايه اكتر من اللي كنتوا هتعملوه دلوقتي؟ ايه؟ هتموتونا مرتين؟ تمام يا باشا، تعليمات سعادتك هتتنفذ بالحرف الواحد. مع السلامة يا باشا. تعليمات ايه اللي الباشا قالك عليها يا عدل بيه؟ ما تتكلم يا عدل بيه. الباشا بيقول ما دام الولدين دول لجأوا لعنتر من الأول، يبقى عنتر هو اللي خلص الموضوع ده بطريقته ويرجع البضاعة. يا سلام، يعني ايه بقى عنتر يمسك الموضوع كله لوحده؟ ده كلام تخريف، كلام فارغ. لم لسانك، انت نسيت نفسك ولا ايه يا رشوان؟ تعليمات الباشا الكبير، تعليمات الباشا الكبير واضحه، ولا عندك اعتراض؟ لا 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 عدل بيه، مفيش اعتراض ولا حاجه. هو في حد مننا يقدر يعترض على تعليمات الباشا الكبير؟ ده تعليمات الباشا الكبير سيف فوق رقابينا كلنا زي سعادتك ما قلت، مش كده ولا ايه يا رشوان؟ اه طبعا طبعا. انتر، الباشا بيقولك لازم تخلص الموضوع ده بهدوء ومن غير شوشرة وبأسرع وقت. قول للباشا يطمن، كل الطين اللي حصل لادي هنخلصه منه ومن غير شوشرة كمان. أسيبكم أنا بهوات، تصبحوا على خير.
تمنى له. على السلامة يا بيه. سلام عدل بيه. ألف سلامة عدل بيه. على السلامة عدل بيه. تصبح على خير عدلي باشا. الله حنف. ماشي. هتصل بيك الصبح. نشوف هنعمل ايه في الموضوع ده. عجل صاحبك المقبول ده. تصبح على خير. يا رشوان. عبى كده يا عزام. عنتر يركب على كتافنا ويدلدل رجليه وبكره يسوقنا، وعيلان زي دول ما يسوش نجله يعملوا فينا كده؟ ما انت عارف الحكايه متنيله بست النيله، ولازم نخلص من الموضوع ده بقى. وانت عارف الباشا الكبير اوامره سيف على رقبنا كلنا. ده اللي باخده منك. على رقبتك انت وسعنتر اه، لكن على رقبتي انا ما ينفعش. ما ينفعش يا عزام. سلام. حنفي، بكره من النجمه تجيب لي اللي اسمه ابضايا ده على مكتبي فورا. انت فاهم؟ يلا اطلع. عارفين؟ كنت هبقى حزين قوي لو عيال جدعان زيكم ما عملوش احتياطاتهم وعملوا اللي انت عملتوه ده. عارفين لو ما عملتوش كده كان زمانكم دلوقتي راح طفل كازوزة. ودي الدخلة النعمة دي؟ قلبك علينا قوي يا عنتر بيه. خلاص بقى يا عنتر بيه، ما بلاش نأكل من الكلام ده. كفاية قوي اللي حصل الليلة. اللي حصل الليلة غلطة كبيرة، بس صدقوني أنا ماليش يد فيها. صدقوني حربي. خد دي شيك بتاع المعلمة، ادولها وقول لها متشكرين انها صبرت علينا الوقت ده كله. هو ايه الحكاية بالظبط يا عنتر بيه؟ الحكاية ان احنا اتفقنا تاخدوا فلوس المعلمة وترجعوا العربية. طب وبالنسبة للبضاعة التانية؟ ايه؟ البضاعة التانية؟ الفجر جرب يطلع. بقول لكم ايه؟ يلا نروح، أكيد أنتوا تعبانين، ونتقابل بكرة ونتكلم. هنتقابل إمتى وفين عنتر بيه؟ عند عزام بالليل. ناكله ونشربه ونهيصه وبعدين نتكلموا. بقول لكم ايه؟ أهلا اللي عازمكم. موافقين؟ رأيك يا زين؟ قول لك يا صاحبي. خلاص يا عنتر بيه، نتقابل بكره عند عزام بيه ان شاء الله. طيب يلا تصبح على خير. فين؟ ايوه عنتر بيه. يلا بينا. يلا. جات لك على الطبطاب، هتشوف حبيبة القلب دنيا يا عم. النبي نقطنا بسكاتك ودواته. يلا يلا بينا قبل ما اغير رايه. يلا بينا. طيب هتصبح على خير بقى يا رجاله. الهي وانت جاهي، ما عيدها علينا وعليكم ليله يا اخي. السلام عليكم. كده هاي الموضوع ماشي زي ما احنا مخططين له بالظبط. قول لي عنتر ده هتقابل امتى وفين؟ النهارده الساعه 10 جبل عزام اللي البيت دول بتشتغل فيه. هو عزام معاهم في اللعبه دي؟ اه، ومعاهم واحد تاني بيه كده محترم وعليه الهيبه. ده لولاه كان زمان رشوان خلص عليا انا وزيد. اسمه ايه الراجل ده؟ بيقولوا لي عدلي بيه.
عادي تعرفوا ليه؟ تعالى يا حبيبي. ايه بس في ايه؟ ايه بس يا عم صلاح؟ تعالى بس يا عم فهمني في ايه؟ ركز كويس يا حبيبي، هو ده؟ هو بس هو دلوقتي اكبر شويه من الصوره. تعرف الجدع ده ولا ايه؟ فاكر يا حربي واحنا في السجن قلت لك ان في محامي عرض عليا رشوه كبيره عشان اديله وصل امانه كان موكل الدهوني ارفع بيه قضيه؟ ايوه فاكر. المحامي ده هو عدلي. أنا أيامها كنت لسه مؤمن بالقيم والأخلاق. غبي. رفضت الرشوة. وكانت النتيجة إنهم سرقوا ملف القضية كله بالوصل بالمستندات. وراح الموكل رفع عليا قضية خيانة أمانة ودخلوني السجن. وقضوا على مستقبلي. الأدهى بقى إن المحامي اللي اترفع عن الموكل في قضية خيانة الأمانة هو عدلي برضه. يوم هوقف في المحكمة طالب اتصل عقوبة. بعد شوية وأنا في السجن عرفت إن عدلي اتجوز ميسة. خطيبتي. الإنسانة الوحيدة اللي حبيتها في حياتي. هي اللي سرقت الملف؟ وعدلي ده أنت ناوي تسكت له؟ مش هسكت. بس أنا بحاول أحسبها صح. لأن عايز أنتقم منه واحدة واحدة ودفعه ثمن كل يوم من أيام سنين عمر اللي ضيعها. أنت بدأت توصل له إزاي يا أبو صلاح؟ عن طريقك أنت يا حرب. أنا؟ طبعاً. أمال أنا واقف جنبك وبساعدك علشان إيه؟ عشان تطلع في العالي وتطلع لفوق توصل للي أنت عايزه كله، وساعتها تقدر تساعدني أوصل للي أنا عايزه. ياه. طب وليه اللفة الطويلة دي كلها؟ عشان اللي زيي محتاج واحد زيك، واللي زيك محتاج واحد زيي. حربي أنا أعرف أخطط وأدبر وأفكر، لكن التنفيذ عايز واحد زيك، أعصابه حديد وقلبه ميت. أنت محتاج لي عشان تحقق اللي أنت عايزه، وأنا محتاج لك عشان أحقق اللي أنا عايزه. ها؟ قلت إيه؟ اتفضل يا حربي. يزيد فضلك يا عنتر بيه. هنا بقى نتكلم براحتنا بكل رواقه. مش كنا جينا هنا من الاول؟ اهو ما كانش حصل اللي حصل ده. فوتك من اللي حصل. تعالى نتكلم في اللي هيحصل. ايه رايك يا حربي نبدا صفحه جديده؟ ها؟ وانا وعدك وعد شرف ما حدش يأذيك. انا عارف انك مأمن نفسك زين عشان اللي حصل يعني. ايه قولك؟ ماشي يا عنتر بيه، نبدا صفحه جديده بس ما يبقاش فيها غدر. انا وعدتك وعد شرف. المشكله مش فيك يا عنتر بيه، المشكله في التانيين دول، عم رشوان وعم عزام. واحد عصبي ومتهور وراكب دماغه، والتاني ما اعرفش حاطط نقره من نقرنا ليه. من الاخر كده دول غلاويين ومش مضمونين. انا وعدك محدش منهم يقدر يقرب منك. ماشي، بس النوبة الجاية ما فيهاش رجوع. عارف يا حربي لو صدقت معايا تبقى واد جدع راجل اخدمك بعناية التنين. قول لي ايه اللي في دماغك؟ والله يا باشا اللي في دماغي كل خير. طب قول لي عليه، فهمني
خلينا معاك على الخط يعني. الحقيقة عنتر بيه أنا عندي اقتراح هيريحنا ويريحكم على الآخر. دو إيه؟ البضاعة الوقتي كانت خارجة من مخزن رشوان رايحة مخزن عندك، صح الكلام؟ إيه وبعدين؟ واللي أنا فهمته إن البضاعة بتروح على مخزن رشوان ومن هناك بتخرج وتتحط في عربية من عربياته، والعربية دي بتوصلها لحد المخازن عندك، ومن عندك بقى الله أعلم بتروح على فين. كل ده بيحصل ورجالتكم اللي لا مؤاخذة يعني ما يسووش 3 مليم ماشيين وراها من هنا لهنا لهنا، بيراقبوها ويأمنوها ويعرضوا نفسهم ويعرضوكم للخطر. أنا بقى شايف إن كل ده ملوش أي لازمة. قصدك إيه؟ قصدي يعني إن إحنا مستعدين نقوم بالدور ده مكانكم، نبعد عنكم المخاطر دي خالص، نستلم ونوصل ونسلم. يعني من الآخر كده نستلم إحنا البضاعة وسعادتك تقول لنا على المكان اللي عايز توديها فيه وإحنا نوصله بمعرفتنا. ايه يا حربي؟ واحنا طراطير ولا ايه؟ قاعدين طراطير ايه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ليه بس يا عنتر بينا قلت حاجه غلط؟ لا كلام مش غلط لكن صعب، صعب قوي يا حربي. صعب ليه بس يا باشا؟ صعب ليه؟ ده احنا كده هنوفر عليكم مخاطر ملاش اول من اخر، وكل ده يعني في مقابل عمولة بسيطة لي أنا ورجالتي، وأكيد العمولة دي هتبقى أقل بكتير من المصاريف اللي بتصرفوها على تأمين عمليات النقل والمراقبة. وطبعاً أول عملية هكون البضاعة اللي عنديكم، وهتبقى بداية يا باشا، وهتجربونا فيها. والله مشيت الأمور تمام التمام وبسطتوا مننا ندخل معاكم في اللعب، ما ارتحتوش خلاص أنتوا عندكم بضاعتكم وإحنا عندنا العمولة بتاعتنا وخالتي وخالتك، وتفرقوا خلاه. حلو الكلام؟ مش عارف أقول لك إيه يا حربي. قول على البركة يا باشا. مش سهل يا حبيبي، مش سهل. أنا مش بشتغل لوحدي، لا أنا بشتغل مع ناس كبار هم اللي يقولوا آه أو يقولوا لا. قصدك يعني على رشوان وعزام بيه؟ رشوان وعزام دول زي زيهم، فيه ناس فوق. عدلي بيه؟ عدلي بيه ده مجرد برسال، فيه ناس فوق. فوق؟ في ناس فوق كمان يا باشا؟ ده زي الافلام بقى يعني، الراجل التاني والراس الكبيره والحاجات اللي بتشوفها دي يعني. احنا بنشتغل مع ناس كبيره كبيره قوي، مفيش قلوبهم رحمه، محدش يقدر يوصل لهم ولا يقرب منهم. تعرف احنا عندنا سنين طويله ننحتوا في الصخر عشان يطمنونا ويوافقوا ان احنا نشتغل معاهم، فهمت؟ بس احنا يا باشا دخلنا اللعبه دي بصدفه كده وبقينا عارفين كل حاجه، وبتهيألي برضو البضاعه اللي عندنا دي اللي تساوي ملايين ممكن توفر علينا السنين الكتير اللي سعادتك بتقول عليها دي، وتدخلنا في اللعبه اوام اوام. على العموم انا هقول لهم ولو ان عايز يعني انهم مش هيوافقوا. بلاش نقدر البلا قبل وقوع يا باشا، وبرضو يعني ايه طالما سعادتك بتقول ان هم ناس كبار يبقى اكيد تفكيرهم هيبقى كبير زيهم وهيدونا فرصتنا. وبرضو يعني كلمتين كده من سعادتك تزكينا عندهم هيبقوا حلوين قوي، واحنا يعني مش هنقصر رقبتك قدامهم. ولو رفضوا؟ لو رفضوا بقى يا باشا يبقى عوضهم على الله في البضاعه اللي عندنا، وزي ما سعادتك قلت البضاعه اللي عندنا دي تساوي ملايين، ومفيش حد مجنون اليومين دول يفرط في الملايين كده بسهوله، صح ولا انا بتكلم غلط؟ تفتكر أبضايا قد عملية زي دي؟ ده ما هيصدق يا باشا، عايز ياخد طارو من حربي وزين، غير بقى إن حربي عامل له عملية تجميل في وشه يا باشا. أنا بسألك سؤال محدد، قدها ولا لا؟ جاوبني. خلاص نبعت كام راجل من عندنا يساعدوا في العملية. أنت مجنون، أوعى تعمل حاجة زي كده. أنا عاوز أكون بره الصورة تماما، عايز العملية دي تتم من غير ما حد يحس بينا، مش عاوز شوشرة. أما أنت والرجالة بقى ليكوا مهمة تانية. مهمة ايه بقى يا رشوان بيه؟ بعدين هبقى رسيك على كل حاجة. أوامرك يا باشا. المهم تروح تجيب اللي اسمه أبضايا ده من أي داهية، تفهمه الموضوع وتتفق معاه على كل حاجة. خد اديله دول يروح يجيب عربيات ورجالة بعيد عننا، المهم ينفذ كل اللي تقوله عليه بالحرف الواحد.
مالك يا زينف ايه؟ في عربيتين قطرنا من ساعة ما خرجنا من المنطقة. ايه؟ دول بيقربوا مننا. طب حاسب حاسب، وسع لهم وسع لهم. عليها كده هتحلو على الاخر. جاهزين؟ جاهزين يا باشا. وحشتني يا قاضي اتوي منك لو. عاملين فيها معلمين صح؟ مش انا قلت لك يا قاضي حرب انت وزين ان انا هزفكم لاخرتكم؟ ما سمعتوش كلامي وما صدقتونيش. على فكره يا زين مش عايزك تقلق على دودي. دودي دي في الحته الحلوه اللي هنا. هتجوزها. فين ياضي الألمونيا اللي معاك؟ ألمونيا ايه؟ المصلحة. الشنطة اللي خدتها من رشوان بيه. بعينك يا بضايع. هتجيب الشنطة يا حبيبي هتوي منك لو. هتحضر الفرح انت وحربي وهنعيش كلنا في بيت واحد. مش هتجيب الشنطة؟ هطلع انا ودودي حبيبة قلبي ناخد العزا على قبركم. تصدق يا ياض انت طول عمرك بق ورخيص وجبان. لا يا زين عيب، ما تتكلمش كده عن معلم أبضايا. لا هو صحيح نادل وجبان وكل حاجة، لكن مش دي المشكلة. المشكلة في ريحة رجلين اللي تقرف الكلب يا أخي. بستحمى بقى وبطل وساخن. ماشي يا تيوي منك لو. حموهم يا رجالة قبل ما ندفنهم ونخلص عليهم. اقف مكانك وارمي اللي في ايدك. نعم يا أخويا. احنا بليه؟ سلم نفسك وارمي اللي في ايدك. يلا يا الله يسهل لك من هنا. يلا يلا يلا. يا ريس يا حرب انت وبضايا مش ناويين تجيبوها البر؟ انزلوا هاتوهم وحرزوا كل اللي معاهم، واللي يقاوم اتعاملوا معاه بمنتهى الشده. يلا اركبوا اركبوا.
بسرعة. يا باشا سعادتك، أنا شفت عربية وقعت في الجبل من فوق البادي فقلت أنزل أحتويهم يعني. واللي نازل يحتويهم بياخد معاه جنازير وشوم وسنج؟ ما سعادتك الحتة مقطوعة، وعلى رأي المثل الحياة يبقى من الميت، ولاد الحرام ما بيمشوش جنب الحيط بالليل. وطبعا بالصدفة البحتة العربية دي يطلع فيها حربي وزين. ها؟ صدفة؟ يا باشا أنا مش مصدق نفسي، اللي قدامك ده مش هو اللي اتقبض عليه، أنا بطلب من سعادتك تحتويني. احتويني يا باشا. روف حرز الاسلحه اللي كانت معاهم، وخد الافندي ده هو اللي معاه، ارمهم في الحجز والصبح يطاردوا على النيابه عشان تحتويهم. شاويش سيد خدوهم على الحجز. حاضر يا باشا. وصلوني. اتفضل يا سيدي الناس. اتفضل. أول مرة شفتك فيها يا حربي وأنا عارف ومتأكد إنك هتكون مصدر قلق كبير أوي ليا. هو أنت كده دايما يا باشا تسيب القاتل وتمسك في المقتول؟ اخرس يالا وما تنطقش لما أسألك. إيه اللي وداك أنت وزين الحتة المقطوعة اللي مليانة أولاد حرام على رأي قبضايا؟ احنا رايحين نخلص مصلحة سعادتك. مصلحة إيه اللي كنت رايحين تخلصوها؟ كنا رايحين نتفق على نقلة خردة يا باشا. فجأة لقينا قبضايا ورجالته ورانا على الطريق. وزقونا وحاولنا من فوق الجبل والعربية ولعت بينا. بعد كده نزلوا علينا بالشوم والسنج والمطاوي عشان يخلصوا علينا. ولولا إن سعادتك جيت في الوقت المناسب لزملنا الوقت في المشرحة بدل ما احنا واقفين هنا قدام سعادتك. الشنطة دي بتاعتكم؟ أنت يا يالا منك لو الشنطة دي بتاعتكم؟ افتح الشنطة يا روف. حاضر يا فندم. هو فين؟ ما رضيش يستنى وصار لحضرتك صندوق وخد عربيته ومشي. ما قالش حاجة قبل ما يمشي؟ قال إن الصندوق فيه هدية من حرب لسعادتك. هدية؟ فين الصندوق ده؟ في المكتب سعادتك. استنى، انت هتعمل ايه؟ مش لما نعرف الصندوق فين الاول؟ محمد افتح الصندوق ده. افتحه. على مهلك. بالراحه بالراحه. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ كل دي فلوس؟ مش قلت لك يا باشا انها عمليه خرده كبيره قوي؟ عمليه خرده بكل الفلوس دي؟ ده عربون يا باشا. العمليه ب 10,000 جنيه، اللي قدام سعادتك ده عربون. ده عربون لعمليه خرده؟ ب 10,000 جنيه وب 20 يا باشا وب 50 وب 100 كمان. يا باشا البلد مليانه خرده. وزي ما في شغل على صغير في شغل على كبير لا مؤاخذة. واحنا بقى يا باشا عايزين نلعب في الكبير. ولا انت سعادتك ضد ان الواحد يحسن حالته ولا ايه؟ حرز الشنطة دي بالفلوس اللي فيها رؤوف، وخد الأفندية دول نزلهم الحجز بعيد عن قبضايا ورجالته. طب لا مؤاخذة حجز ليه يعني يا باشا؟ ده احنا المجني عليه مش الجاني يعني. النيابة يا حبيبي هي اللي تقول مين الجاني ومين المجني عليه. خدهم يا روف. ياه بتقالي نتصل بعد ليه مش كده؟ ايه؟ بتقول ايه؟ معقول يا انتر؟ طيب طيب انا بلغ الباشا بعدين اكلمك. مين اللي كان بيكلمك يا عدلي؟ ده عنتر. ايه؟ في اخبار جديده؟ بيقول ان البضاعه وصلت.
وصلت؟ وصلت امتى وفين وازاي؟ بيقولوا ان اتصلوا بيه من موقع البومات، قالوا له انها وصلت. عنتر اتاكد من الحكايه دي؟ لسه مكلمني ومع عزام. ومين اللي وصلها؟ حربي؟ لا يا باشا، لا حربي ولا زين. اللي وصلها ولد بيشتغل معاهم اسمه بركة، ومعاه واحد تاني معرفش اسمه. واضح ان العيال دي بتفكر كويس قوي. كانت عاملة حسابها لكل حاجة. كانوا مرتبين أوراقهم ترتيب جامد جدا. عدلي، رشوان مع عنتر وعزام في الموقع؟ لا يا باشا، ما كانش فيه غير عنتر وعزام وبس. عدلي، اتصل بعنتر خليه يشون البضاعة زي كل مرة. اتصل بعزام خليه يبلغ الموزعين يجي يستلموا البضاعة ويدفعوا ثمنها طوالي. الجماعة بتوع تركيا قلوا قوي، مش عايزين نتأخر عليهم أكتر من كده. أمرك يا باشا. عدلي، أنا عايزك تعرف لي الولاد اللي هم حربي وزين دول فين دلوقتي. اسأل في المشرحة، في المستشفيات، في كل أسامي البوليس، في الداخلية كلها، في كل حتة يا عدلي، في كل حتة. لازم تعرف للولاد دول فين دلوقتي. بعد كده رشوان بيأمرنا تخلص على قبضاي ورجالته. بعد قبضاي ما يخلص على حربي وزين وناخد البضاعة ونوديها مخزنه. كذاب كذاب يا باشا، ما تصدقوش. لا لا، هو ده اللي حصل يا باشا. ما تصدقوش، ده بيخرف. حنفي اتجنن. مجنون مجنون، انا مش عارف بيقول ليه كده. اكيد حد زقه عليا. ايوه ايوه، انا ليه اعداء كتير وخصومات، ممكن حد يوزع عليا. مش انا، ما تصدقوش يا باشا. لا، ايه رايكم في اللي انتوا سمعتوه ده يا رجاله؟ والله يا باشا، انا حاسس من الاول ان رشوان ده سبب كل المصايب. وانت يا عزام؟ كل حاجه بقت واضحه دلوقتي يا باشا، وطبعا ما فيش راي بعد راي سعادتك. شفت؟ شفت يا رشوان؟ شفت اصحابك بيقولوا ايه؟ انت كنت عايز تقلبها مجزره يا راجل، مجزره. كنت عايز تقتل حربي وزين بقبضايا ورجالته، وبعد كده تاخد البضاعه كلها لحسابك. ده ايه الفيلم الهندي الخايب ده؟ لا، كنت فاكر ان انت تقدر تعمل كده بكل بساطه وسهوله ومن ورا ظهري ومن غير ما حد يحس. ده انت بغبائك يا راجل كنت هتقلب الدنيا كلها علينا وتفتح في وشنا ابواب جهنم. لولا الولدين حرب وزين طلعوا في منتهى الزكاوة، لأن البضاعة ما كانتش موجودة. لولا كده كنا رحنا كلنا بسببك في 60,000 داهية. سامحني يا باشا، سامحني، غلطة. اديني فرصة، فرصة أخيرة أصلح غلطتي. ده أنا ياما خدمتك، ده أنا خدامك يا باشا، خدامك. مظبوط، عندك حق، انت خدامي. بس بعد اللي عملته ده يا رشوان، معلش انا مضطر انهي خدمتك، واحنا متفقين على كده من الاول. اللي يخون او يلعب بديله من ورايا هيكون حسابه معايا انا شخصيا، مش كده ولا ايه يا عدلي؟ تمام يا باشا، وده كان الاتفاق والعقد شريعة المتعاقدين. سمعت يا رشوان؟ سمعت؟ أنت اللي جبته لنفسك مهاب. لا، ارحمني يا باشا، أنا غبي. ارحمني يا باشا، أبص رجلك. ارحمني يا باشا، أنا خدامك. عارفين الأشجار اللي حوالينا دي؟ دي أشجار نادرة ومن نوع غريب جدا.
محتاجة لسماد عضوي نادر زيها عشان تعيش وتكبر. النوع ده من الأسمدة غالي قوي قوي. رشوان بقى والريس حنفي أنا ناوي أخدمهم وخليهم يختموا حياتهم بعمل مفيد وله قيمة. هخليهم السماد العضوي بتاع الأشجار النادرة دي. يا سلام يا باشا، يا سلام يا باشا، طول عمرك تحب الأعمال الخيرية. والله ليك الجنة يا باشا، ليك الجنة. براك عندي عزام. خدوهم قدامي. أنا عشان تغير. تعال ورايا يا أساس. ارموه. حرام عليك يا باشا، بلاش الموتة دي. هيوحشني غباك يا رشوان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ ده الحبايب كلهم متجمعين هنا. اهلا يا حربي، اهلا يا زين. ازيك يا باشا؟ ازيك يا عم تربيع؟ ازيك يا حربي؟ هدوم يا باشا. عزام بيه؟ انستو بهوات. الله ينسك يا باشا. يا ترى بقى العود جاهزة؟ حالا. عفتاح، عود المسابك وتعالى. ايه؟ عود انهي مسابك؟ مسابك رشوان بيه الله يرحمه، يبشبش الطوبة من تحت راسه. يا رب. أصلاً أنا وزين بقى عقبال عندك اللي هنمسك المسابك من هنا وطالع. ايه الكلام الفارغ ده يا عبد البيه؟ يا أوامر الباشا الكبير يا عزام. وأوامر الباشا سيف على رقابينا كلنا. لا! إيه المسابك؟ ده كلام فارغ. الحكاية عيلت على الآخر. ما تلم لسانك يا جدع أنت. أنت بتعلي صوتك عليا يا ولد. أنت مش عارف تكلم مين؟ عزام. يعني هكون بتكلم مين يا أخويا؟ ابن بار مديله؟ ولا! عايزين نهار من أولها. تقول لنا لو رايح هيبقى في شغل بينكم ولازم تتعاونوا على أكمل وجه. إيه؟ شغل؟ شغل مع الجنابيع دول؟ بس ما تتكلم بأدب الأحسن ودين. أنا زين. بس يا عدلي بيه، إحنا مفيش مشاكل بيننا وبين أي حد. أهم حاجة بس إن النفوس تكون صافية من ناحيته هو. خلاص. خلاص يا حربي. أنا وعزام هنتعاون معاكم ونقف جنبيكم. كلام الباشا لازم يتنفذ. مش كده ولا إيه يا عزام؟ نستأذن إحنا عشان نشوف شغلكم. شرفت يا بهوات. وخلونا على اتصال. آه طبعًا، طبعًا. يلا. يلا يا عزام، سلام عليكم. عليكم السلام. يلا يا عزام. يلا. الراجل غطيته وخارج بصغر لنا ازاي؟ يا عم سيبك منه وخلينا في شغلنا. يا باشا فين العقود؟ لا وصلوا العقود يا عدلي. عفتاح ابعت حد يشيل الزباله دي. حالا يا باشا. حالا. تعالى يا حربي. هتمضي في كل صفحه انت وزين. وفي الاخر خالص في الطرف الثاني توقع عليها. ماشي. لا مؤاخذة بس باشا البدلة أنا. طب باشا مش نقرا العهد الأول ونشوف بس مكتوب فيه إيه وبعد كده نمضي؟ آه طبعًا، اقروا براحتكم وخدوا وقتكم. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. إهدى يا عزام، ما حصلش حاجة. أنت عايز يحصل إيه أكتر من اللي حصل ده؟ عايز يحصل إيه؟ الله يرحمك يا رشوان. كان عنده حق لما قال انهم عايزين ياخدوا مكانه، وبكره هيطمعوا وياخدوا مكانك وبعدين مكاني، يخلصوا مننا واحد ورا التاني. اهدى يا اخويا، اهدى. لما يحصل حاجه يمكن نتصرف معاهم. انا لسه هستنى لما يحصل تاني. انت عايز ايه يا عنتر؟ لما يركبوا على كتافنا ويدلدلوا؟ لما يضيعونا خالص؟ قلت لك اهدى، قلتها لك مليون مره يا اخي. بطل الجنان ده.
ولا انت نسيت اللي حصل لرشوان؟ لا يا حبيبي، رشوان حاجة وانا حاجة تانية خالص. انا بقى هعرف ازاي، هعرف ازاي اكسرهم واجيب مناخيرهم الارض. انا هخليهم يغلطوا ويتطوروا، ساعتها بقى لما يغلطوا الباشا هو اللي هيخلصنا منهم ويريحنا. بكرة تشوف يا عمتر، بكرة تشوف. اتفضل يا باشا. هايل، مش فاضل بقى غير انكم تمضوا على الورقة الصغيرة دي. ورقة ايه يا باشا يا موسى؟ دي ورقة الضد. ورقة ايه يا باشا؟ الضد يا زين. دي ورقة تحفظ حق الباشا عشان لو حصل لا قدر الله حاجة كده ولا كده. معلش يعني بالراحة عشان افهم بس، يحفظ حقه ازاي يعني؟ العقد اللي انتوا مضيتوا عليه ده بيقول ان انتوا دلوقتي اشتريتوا المسابق وبقت ملككم. اه، لكن الواقع غير كده. الواقع بيقول ان المسابق بالارض بكل اللي عليها ملك الباشا الكبير نعيم باشا السيوفي. الورقة دي بقى بتثبت الكلام ده. امضي يا حربي. استنى يا حربي، يعني ساعتك عايز تقول ان احنا اراجوزات واجهة يعني؟ ايوه يا زين، انتوا مجرد واجهة وبس. دي الاصول اللي قال لكم عليها الباشا امبارح بالليل. فهمت يا حبيبي؟ فهمنا يا باشا، فهمنا ومفيش اي مشاكل وهنمضي لك. يا سلام، وباذن الله الورقه دي هتتشال ومش هتطلع تاني ابدا، لان احنا ناويين نخدم الباشا بعينيه. وادي امضيتها اهي، امضيتها اهي. باذن الله ربنا يبعد عننا المشاكل بقى، مش كده يا زين ولا ايه؟ اللي تشوفه يا صاحبي. طب يلا امضي، يلا امضي. بس انا لسه مش فاهم برضو ايه ورقه الضد اللي انت خليتنا امضي عليها دي يا حبيبي. دي الورقة اللي بتثبت إن المسابق ملكيتها الحقيقية في إيد الباشا الكبير، وإن العقد اللي إحنا مضيناه ده عقد سوري. يعني إيه سوري؟ يعني تبل وتشرب ميته. أبل إيه وأشرب مية إيه؟ شوف يا زين، المسابق دي ظاهريًا ملككم، لكن لا تقدروا تعملوا فيها حاجة، لا ترهنوها ولا تبيعوها ولا تتصرفوا فيها إلا بإذن نعيم بيه وموافقته، علشان في الحقيقة هي ملكه هو مش ملككم. والورق اللي انتوا مضيتوه ده بيأكد الكلام ده. يعني احنا كنا في الاول طراطير ولسه لغايه دلوقتي طراطير برضو؟ لا يا زين، اراجوزات. اراجوزات يعني احنا على اخر الزمن بقينا اراجوزات انا وانت يا حربي؟ طراطير قاعدين يلعبوا بيهم؟ على الكلام. يعني احنا بعد كل اللي احنا عملناه ده ياخدوا هما ورش القفص واحنا برضو بنداس بالرجلين؟ لو انت فالح عملت له امضي 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 يا ابني. ما احنا لو كناش مدينا ما كناش اخدنا حاجه. واحنا خدنا ايه؟ ما احنا برضه خدنا شويه هوا في هوا يا اخويا. يا جماعه استهدوا بالله، اهدوا كده واسمعوني. الحكايه بتاعتكم دي ملهاش غير حل واحد بس. الحل ايه يا متر؟ ان ورق الضد ده يختفي. يختفي؟ يختفي ازاي يعني؟ عندك حل؟ المسألة دي سيبوها عليا أنا وأنا هتصرف. المهم تركزوا في اللي انتوا فيه وسيبوا الباقي على ربنا وصلاح بحر. ها يا رجال، العملية مشيت تمام؟ قشطة يا باشا. كويس، كويس أوي. أقول لكم إيه؟ تعالوا نقعد بقى عشان نتكلم في التفاصيل. يلا تعالوا. تعالوا يا أولاد تعالوا. اقعدوا. اقعد يا زين. أنا طلبتكم النهاردة مخصوص عشان عايزكم في عملية خطيرة شوية. العملية دي لازم تتعمل بمنتهى الدقة والحرص والسرية، يعني مفيش أي مخلوق على وجه الأرض يعرف بيها غير أنا وإنتوا وبس. تحت أمرك يا باشا. عملية إيه يا باشا اللي سعادتك طالبها منا؟ إنتوا مش إمبارح وديتوا البضاعة على العنطر؟ حصل يا باشا، وخدها على عنده في المخازن. انا عايزكم بقى تاخدوا البضاعه من عند عنتر وتخبوها انتوا في مكان الجن الازرق ما يعرفلوش طريق. تحت امرك يا باشا طبعا، بس ليه يعني لا مؤاخذه؟ هو حصل حاجه لا سمح الله؟
حربي، كلام اللي أنا أقوله أوامر، وأوامري لازم تتنفذ ومن غير أي مناقشة، مفهوم؟ زي الشمس في عز الظهر يا باشا. طب وسعادتك عايزنا نعمل العملية دي إمتى يعني؟ في أقرب وقت، بكرة أو بعده بالكتير. نيجي بقى لسي عزام. عزام عنده في الكباريه كمبيوتر صغير، لابتوب يعني. الكمبيوتر ده عليه ملف بكشف بكل بيانات العملاء اللي احنا بنتعامل معاهم واللي بنوزع من خلالهم البضاعة. انا عايزكوا تجيبوا لي الكمبيوتر ده من غير ما عزام يعرف ولا حتى يحس. طب ازاي يا باشا هنعملها من غير ما يعرف ولا يحس؟ ما هو اول ما هيلاقي ان الكمبيوتر ده مش موجود هيعرف على طول انه اتسرق. صح صح يا زين، يبقى عزام مش لازم يعرف. طب ودي هتتعمل ازاي لا مؤاخذه؟ لا دي لا مؤاخذه بسيطه خالص. بعد ما تاخدوا البضاعه وتجيبوا لي الكمبيوتر، عزام وعنتر تخلصوا منهم. ايه؟ نخلص منهم؟ لو انتوا مش قد العمليه دي ومش هتقدروا تعملوها اقول عادي، وانا هجيب اي حد غيركم يعملها. هنقدر يا باشا ان شاء الله هنقدر. اسمع منكم اخبار كويسه قريب. هتسمع يا باشا اخبار كويسه وقريب قوي كمان ان شاء الله. حلو حلو خالص. عارفين يا اولاد ساعتها هيكون ليكوا عندي مكافاه كبيره قوي، مكافاه انتوا ما تعرفوش حتى تحلموا بيها. نام فين؟ الحالة عن تربيب، في حاجة رهيبة حصل. حاجة ايه؟ ما تتكلم يا أخي. عربية عزام وبرعي، العربية اتنسفت بيهم قدام الكباريه وراحوا فيها هم الاتنين. بتقول ايه؟ اتنسفت؟ الغريب في الموضوع إن حربي وزين كانوا هناك، شفتهم هم بيبعدوا بالعربية ساعة عربية عزام وبرعي ما ولعت فيها النار. أنت متأكد يا مفيد؟ أنا شايفهم معايا الاتنين دول اللي هياكلوا من دول. أنت إيه اللي وداك ناحية الكباريه؟ مش مهم أنا إيه اللي وداني، المهم أنا كنت هناك وخلاص. أنا بكلم سعادتك أهو عشان تلحق تتصرف. عايز رأيي؟ أنت كمان يا عنتر بيه. ابعد. يا رب ما بعدك روح يا أخويا. عنتر بيه انت ما بتردش عليا ليه يا عنتر بيه؟ يا عنتر انت
انت اتاخرت قوي كده ليه؟ عبال ما خلصنا اللي ورانا. هو ده الكمبيوتر؟ ايوه هو. يلا بينا احنا حاجة. ما تقعدوا كده تهدوا تشربوا لكم حاجه. يا دوبك بقى دنيا رحنا نمناها ساعتين ورانا بكره شغل كتير. ماشي يا حربي. هتيجي تشوفني تاني امتى؟ هتصل بيكي بكره. طب النبي يا حربي لو شفت دعاء بسلم لي عليه. مالكيش دعوه انت بدعاء. ابعدي عنها احسن لك. خلاص بقى يا زين خلاص. يلا حربي خلينا نمشي من هنا يلا. تصبح على خير يا دنيا. وانت من اهله. يا عم عنتر عامل ايه؟ حربي اللي انتوا بتعملوه ده غلط وغلط كبير. لو الباشا الكبير علم بيه مش هيرحمكم. متخافش علينا يا عم عنتر، كل اللي بيحصل ده بأوامر الباشا الكبير وأوامره لينا نخلص من عزام وعنتر. عزام خلصنا منه بقى الله يرحمه، ما فاضلش غيرك. انت جاي تقتلني؟ انا لو كنت عاوز اخلص منك كنت قتلتك امبارح بالليل في العوامة ورميت جدتك في النيل. بس بصراحة ما قمتش عليا. أي مكان برضه احنا بينا عيش وملح، والعز اللي احنا فيه ده انت واحد من اسبابه، والنادل بس هو اللي ينكر ده، واحنا مش قدها لعم عنتر. قصدك ايه؟ انت بلدكم في الصعيد مش كده؟ اسيوط مركز البداري بلد اسمها العثمانيه. امسك ايه دول؟ انا هقوم اوصلك دلوقتي الاول الطريق هنا، ومن هناك تاخد اي مواصله ترجع بيها بلدكم في الصعيد. عايزك تختفي هناك، غير شكلك غير اسمك، المهم اياك ترجع القاهرة هنا تاني. عايزك تختفي من على وش الارض. عنتر الشندويلي ده بح، كان في منه وخلص. فهمني يا عنتر. انت اللي فاهم يا باشا. الخبير اللي بيعرف انك انت هربتني هيسكت؟ لا، هيفضل ورانا احنا التنين لحد ما يقتلنا. انت بتعرفش الناس دول يا حربي؟ متعرفهمش. دول مفيش في قلوبهم رحمة. محدش بيدور على ميتين يا عم عنتر. انت بالنسبة للباشا الكبير دلوقتي اتقتلت امبارح بالليل في العوامة واترمت جتتك في النيل، وزمان السمك اتعشى بيك وحبس. انت قلت له كده؟ يلا يلا بينا نمشي من هنا. الدنيا قربت ليل ولسه اتطلع عليا وعليك. اتفضل يا سيدي. ايه ده؟ ده ورق الضبط. ايه؟ الحكايه كلها ورقتين ثلاثة، ايه بقى كل ورقة ده؟ أصل اللي جاب كل اللي في خزنة عدلي، اللي طلع فيها بلاوي متلتلة. يا حلاوتك يا أبو صلاح يا جامد أنت. كده السيوفي مش ماسك علينا أي حاجة وإحنا ماسكين عليه كل حاجة. إنها ما قلتليش، مين اللي جاب لك الورق ده؟ ميسة. ميسة مين؟ ميسة مرات عدلي المحامي. مرات عدلي؟ مش دي اللي كانت خطيبتك؟ قلت لك ان انا هشربه من نفس الكاس اللي شربني منه. المهم هتعمل ايه دلوقتي؟ هفوت على زين عشان نروح لعدي. لا انا قصدي هتعمل ايه والورق ده معاك؟ هعمل زي ما قلت لك بالظبط، هخلع انا وزين باللي خدناه ونبعد عن الشقاوه خالص ونعيش بقى حياتنا في السليم. تفتكر يعني الباشا الكبير هيسكت على الكلام ده؟ بالورق اللي معانا ده ملوش حاجه عندنا وما يقدرش يفتح بقه. طب والبضاعه؟ البضاعه دي مفتاح الامان بالنسبه لنا، ضمان سلامتنا، وزي انت ما علمتنا بالظبط، طول ما البضاعة معانا وبعيدة عن ايدين الباشا احنا في امان. مش كده ولا ايه يا استاذ؟ استاذ ايه بقى؟ ده انت اللي طلعت استاذ. الحق انا بقى ايه؟ هفوت على زين عشان نروح لعدي. استنى بس، انت واخد الورق ده معاك ليه؟ هروح اشيله في حتة امان. لا انا قلت يعني ورق بالاهمية دي
طبيعي ان يبقى تحفظ عندي هنا. لا 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 ابو صلاح، انا خاف عليك لو ورقه زي ده موجود عندك، ممكن يعرض حياتك لخطر. طب هنعمل فيه ايه طيب؟ اشيله في حته محدش يعرف طريقها خالص. يلا بالاذن. سلام. انت بتقول ايه يا حربي؟ زي ما قلنا لك كده يا باشا، احنا لا هنتصل بحد ولا هنوزع حاجه لحد. يعني ايه؟ يعني احنا يا باشا خلاص ما بقاش لا لينا في بضاعه ولا في بودره ولا في الشغل الوحش بتاعكم ده. وبعدين يا باشا يعني اللي عندنا الحمد لله كفايه وبارك الله فيما رزق. الحلال مفيش احسن منه. يا سلام. انت بتخرف انت اهو تقولوا ايه؟ انتوا ناسيين ان اللي عندكم ده وتحت ايديكم ملك نعيم باشا سيوفي ممكن في لحظه يسحبوا منكم؟ يا باشا مش ناسيين ولا حاجه، لا بس يعني الكلام ده لو كان في حاجه اصلا تحت ايدينا. قصدك ايه؟ وانت ما قلتلوش يا حربي؟ اخ تصدق نسيت يا زين. اخص عليك يا حربي. قال يا جدع انت هو اللي نسيته اخ فيه؟ كلم عين انت هو. هو انت ما دريتش يا باشا؟ مش المسابك والكباريه وشركة المقاولات خلاص بح اتباعوا بقوا باسم ناس تانية خالص. يعني احنا يا باشا دلوقتي غلابة، مفيش حاجة الباشا يقدر ياخدها مننا. معلش يا زين. ايه الكلام الفارغ اللي انتوا بتقولوه ده؟ انتوا ناسيين تحت ايدي ورق ضدكم، يعني ممكن اوديكم في 60 داهية. براحتك يا باشا، براحتك اعمل انت عايزه. بس اعمل حسابك لو ده حصل البضاعة اللي عندنا انسوا انكم تشوفوها تاني. يعني ايه؟ هتبيعها يا كمان ولا ايه؟ لا يا باشا، حد الله بينا وبين الحرام. احنا خلاص لا هنشتغل لا في المخدرات ولا في البودرة ولا أي حاجة شمال، وناويين نعيش حياتنا بقى في الحلال. أمال هتعملوا بيها ايه؟ الحق حق يا باشا. البضاعة دي بضاعتكم وتخصكم ولازم ترجع لكم بس في وقته. يعني ايه بس في وقته؟ يعني نضمن نفسنا الأول ونأمن نفسنا من غدركم لا مؤاخذة، وساعتها ساعتها بس بضاعتكم هترجع لكم لحد عندكم. انما لو فكرت مجرد تفكير انك تؤذونا باي حاجه مش هتشوفوها تاني. بقول لكم ايه؟ انتوا كده بتلعبوا لعبه خطر وانتوا مش قد اللعبه دي. دي مش لعبه بالنسبه لنا يا باشا، دي حياتنا. واظن بقى من حقنا نعيش حياتنا على كيفنا من غير ما اي حد يتدخل فيها. بلغ نعيم السيوفي بالكلام ده. ويا ريت تقول له انه اي حاجه ممكن تحصل لينا انا او حرب او اي حد من طرفنا يبقى ينسى ان ممكن يشوف البضاعه دي في يوم من الايام. اما بقى بعد فتره يعني لو الامور هديت والنفوس صفيت ساعتها ممكن نبقى نتكلم في موضوع البضاعه ده. لحد ما ده يحصل ينسى. طب يا باشا اظن بقى يعني بعد الكلام الحلو اللي اتقال ده مفيش حاجة تانية ممكن نقولها. نسيبك احنا بقى عشان تشوف شغلك ونروح احنا كمان نشوف مصالحنا. استنى عندك انت وهو. لو فاكرين ان دخول الحمام زي خروج ده بعضكم. طب لازمته ايه طيب الكلام اللي ملوش لازمة ده؟ الله يا متر، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف أحسن. مش هي دي برضو الأصول حسب كلام الباشا الكبير ولا سعادتك لك رأي تاني؟ بس كده بقى انتوا حفرتوا قبركم بايديكم. وانت يا باشا ما تعرفش ان ما حدش بيموت ناقص عمر. يا عم يلا بينا بقى، دي ناس عماله تهلفط بالكلام. الله سلام يا متر. تقدر تقول كده ان احنا معرفة قديمة. انا اعرفك. معذور. ما انا لو حصل فيا اللي حصل لك ده كل حاجة راحت منك ممكن كانت تبقى حالتي اصعب من حالتك بكتير. صلاح. شفت بقى ان الدنيا صغيرة يا عدلي بيه؟ لفت لفت ورجعت لنفس المكان اللي كنا فيه من 7 سنين، بس الكراسي اتغيرت
بقيت انت اللي تحت وانا اللي راكب فوق. انت هتقارن نفسك بيا يا حقير انت؟ الحقير اللي سرق وخان وضيع من عمري 7 سنين، ولا نسيت عدلي بيه؟ وانت جاي تلعب نفس الدور دلوقتي؟ السن بالسن والعين بالعين، وانت اللي ابتديت والبادي اظلم. يا ده انا تعبت تعب عشان اوصل للحظه دي. طلباتك يا صلاح منك انت مش عايز حاجه. امال عايز ايه؟ تعمل كل ده ليه؟ عشان ارد لك نفس الالم اللي اديتهوني زمان. ما خطفت خطيبتي، ضيعت مستقبلي. انا بقى ضيعت حياتك كلها، خطفت مراتك. انت عارف مين اللي جاب لي المستندات من خزنتك عدل بيه؟ ميسة. ميسة؟ ميسة. ميسة مراتك. على فكرة الموضوع ما كانش صعب عليها قوي، لأنك دربتها زمان وعلمتها كويس، وأنا استخدمتها النهاردة. والله المفروض أشكرك عشان أنت دربتها كويس على الخيانة. أنت كذاب! كذاب وحقير! ميسة مش ممكن تعمل كده، مش ممكن. اهدى اهدى عدل بيه. نعرف ان الموضوع صعب، صعب انك تصدق ان مراتك خانتك، بس ده اللي حصل. وعشان تتاكد انا هسمعك بنفسك. الو. ايوه يا ميسة، انا صلاح. هاي صلاح، عملت ايه؟ خلصت مشوارك؟ خلصت. جبتها وهي معايا دلوقتي، مستنيك تنزلي لي. حالا يا حبيبي هكون عندك. متهيألي اللي هيحصل بعد كده حاجات أسرية ما يصحش أبقى موجود فيها. مين اللي قفل يا بركه؟ حربي. حربي وانت بتكلم حربي ليه دلوقتي؟ مصيبه مصيبه يا كيم. مصيبه ايه يا بركه؟ احنا في فوازير رمضان ما تخلص. في ايه؟ المعلمه الجراح، المعلمه الجراح اتقتلت هي ودنيا، وزينه اتخطف. زينه اتخطف. تمام يا باشا. عملت ايه يا مهاب؟
ما لقيتش غير زين هناك. طب وحربي؟ مش موجود. والورق؟ ملوش أي أثر. الورق فين يا زين؟ اتكلم يا جدع انت. انطق قول الورق فين؟ اتكلم يا زين. اتكلم. اصل خلاص اللعبة خلصت والباشا هو اللي كسب. اتكلم احسن لك. لعبة؟ ده انت طلعت وسخ وساخة يا اخي. ده انت اوسخ من الوساخة نفسها. انت هتتكلم اهدي انت ولا ايه؟ ولا ايه يا باشا؟ يا كبير هتعمل ايه؟ هتقتلني؟ هقتلك؟ بالسرعة دي؟ ليه؟ فاكرنا عبيط؟ أنا فعلاً هقتلك بس بعدين مش دلوقتي. إنما دلوقتي أنا هجيب حبيبة القلب قدامك، خطيبتك دعاء دودي، هقتلها قدام عينيك بالراحة شوية 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 شوية. لو فضلت راكب دماغك وما قلتليش الورق فين ساعتها انت عارفني بتخنق بسرعة، هقتلك واخلص قدامك لبكرة الصبح. يا تقول لي الورق فين يا إما خدوه من قدامي ارموه في المخزن مع البنت بتاعته. يلا خدوه. متهيألي يا باشا زين ما يعرفش فين مكان الورق. فكرك كده؟ الوحيد اللي أكيد يعرف هو حربي. حربي هنجيبه من أنهي مصيبة دلوقتي؟ ده مفيش حد عارف له طريق جرة. لا بسيطة يا باشا، بدل ما احنا اللي ندور عليه نخليه يجي لحد عندنا وبرجلي. قصدك إيه يا صلاح؟ قصدي نستغل نقطة ضعفه. أماني؟ بالظبط يا باشا. ودي هجيبها منين دي دلوقتي؟ موضوع أماني دوت بقى سيبهولي أنا يا باشا. أنا هعرف أجيبها إزاي والحد هنا. طلبت تقابلني ليه يا حربي؟ عايز تسلم نفسك؟ أسلم نفسي ليه يا باشا؟ عشان قتلت انشراح ودنيا والشغالة اللي كانت معاهم في البيت. لا يا باشا أنا ما قتلتش حد. امال مين اللي قتلهم؟ زين؟ ولا زين يا باشا. اللي قتل المعلمة انشراح ودنيا والبنت سهرة هو اللي خطف دعاء وزين واختك الهنسة أماني. أماني أختي؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أيوة يا باشا. اللي قتل المعلمة انشراح ودنيا والبنت سهرة هما اللي خطفوا زين ودعاء واختك الهنسة أماني. أماني أختي دخلها إيه بالقذارة بتاعتك دي يا حيوان؟ ملهاش دخل يا باشا، ملهاش دخل. هما قصدين أنا مش قصدينها هي. هما مين اللي قصدينك؟ أنا مش فاهم أي حاجة. بركة. اتفضل يا باشا. ايه ده؟ الظرف ده في الورق اللي تسبب في كل الجرائم اللي حصلت وخطف اختك الانسه اماني. تاخرت شويه يا حرب، قلقتنا عليك. معلش يا باشا، أصل مشواري طويل حبتين. أيمن أرجعت على البوابة. تشرب حاجة حرب؟ طمني أخبارك إيه؟ أنا تمام يا باشا، المهم سعادتك. أخبارك أنت إيه؟ أنا زعلان يا حربي، زعلان قوي، ومنك أنت بالذات. عارف ليه؟ لأن أنا عملت منكم بني آدمين وخليتكم في وضع ما كنتوش تحلموا بيه أبداً. كانت النتيجة إيه؟ إنكم رديتولي الجميل بقلة أصل ملهاش مثيل، وأنا اللي قلة أصله معايا أنسفه. ليه بس كده يا باشا؟ ما كنا ماشيين كويس،
وبعدين ما تنساش بقى يا باشا ان انت اللي كنت محتاج لنا، واستفدت من ورانا كتير، وكسبت من ورانا اكتر. ولا انت يا باشا حد كان ضربك على ايدك؟ صح، في دي عندك حق، ما حدش ضربني على ايدي، كانت غلطه بس ملحوقه، الغلط هيتصلح. التهديد يا باشا؟ لا لا لا، اعتبره تحديد مواقف، لكن لو ما نفذتش اللي انا عايزه منك مش هيبقى تهديد، هيبقى فعل. فين الورق؟ لا هو سعادتك فاكر ان انا هاجيلك لحد هنا ولوحدي ويكون معايا الورق؟ ده انا بقى غبي قوي. يعني انت ما جبتش الورق معاك؟ الورق موجود يا باشا في الحفظ والصور. اطمن على زين واماني ودعاء واشوفهم ويمشوا بالف سلامه من هنا، الورق يكون عندك في ثانيه. الله 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 الله، انت بتتشرط عليا يا سحربي. يا باشا انا لا بتشرط ولا حاجه، انا جاي اتفاهم مع سعادتك، قول لي اوله شرط اخره نور. بنزين ودعاء واماني. سلمني الورق وانا اسلمهم لك. اشوفهم الاول واطمن عليهم. انت بتتحداني يا واد انت؟ انا يا باشا، انا مين عشان اتحدى سعادتك؟ كل ما في الموضوع بس ان انا بحدد مواقف، مش ده كلام سعادتك برضو؟ وبعدين يا باشا ما تنساش ان الورق اللي معايا ده ممكن يضيع كل القبهة والهيلمان اللي انت عايش فيه، ويضيعك في لحظة، ويدخلك لمؤاخذة السجن. بس انا بقى ممكن اخدمك خدمة العمر واجيب لك الورق بتاعك في مقابل خدمة بسيطة، نطمن على زين ودعاء وأمان. خليه يشوفهم يا باشا، خليه يشوفهم، احنا مش هنخسر حاجة. ولو الورق ما جاش يبقى هو اللي خسر كل حاجة. صلاح، انت صلاح؟ انت اللي خنت وبعتني؟ اوعى تزعل يا حربي، دي لعبة، وصول اللعبة بتقول اللي تغلبه لعبه، والمصلحة قالت ان انا لازم ابقى جنب الباشا الكبير، مش معقول يعني هسيبه واقف جنبك. طب ليه يا صلاح؟ ليه؟ عشان انت نسيت اهم حاجة في اللعبة يا حربي، ان انا الاستاذ وانت التلميذ، وعيب قوي قوي ان الاستاذ يمشي ورا تلميذه. ولا ايه يا صاحبي؟ اخرس، اوعى تنطق الكلمة دي تاني على لسانك، انا ما يشرفنيش انك تكون صاحبي يا واطي. مش وقت لوم وعتاب يا حربي، نخلص بس من اللي احنا فيه الاول وبعدين نقعد ونتكلم، ده إذا كان فيها بعدين يعني. مهاب، هات أماني وزين ودعاء. يا حرب واقف ليه؟ اقعد يا راجل اقعد، اقعد يا حرب، البيت بيتك. فكهم وهاتوهم. ما قلت لك يا حرب ما تزعلش، دي لعبة. يوم ليك ويوم عليك، يوم في ايدك ويوم في ايد غيرك، المهم اللعبة تكمل للآخر. وبعدين ما تقلقش، احنا خلاص قربنا من الآخر اهو، هتدينا الورق وتاخد صحابك وتبقى اللعبة خلصت. ولا يا باشا سعادتك؟ تمام يا بحر، تمام. جماعة بره يا باشا. كفاية حد هنا. حربي، حربي، كنت متأكدة إنك هتيجي. ما تخافيش يا أماني ولا أنت يا دعاء، كل حاجة هتبقى تمام. عامل إيه يا زين؟ بس حربي، خلاص؟ طمنت على أصحابك؟ تاني كده بقى تبعت تجيب لي الورق، أظن ده من حقي دلوقتي. إيه ده يا حرب؟ أنت هتعمل إيه؟ أنت هتخلص خالص، مالكش دعوة. يا واطي يا كلب يا ابن الكلب. لا لو سلمتهم الورق يا حربي هيخلصوا مننا كلنا زي ما خلصوا من انشراح ودنيا.
دول كلاب يا حربي ما عندهمش رحمة. لا استنى مهاب. لو حسك طلع مرة تانية أنا هخلص على دعاء بتاعتك دي قدام عينيك ودلوقتي حالا. وانت يا حربي تحب تشوف اصحابك وحبايبك هما بيتقتلوا واحد ورا التاني ولا هتنفذ اللي اتفقنا عليه؟ اسمع كلام الباشا حربي، سيبك من زين، زين ده جعجع على الفاضي. انت ادرى واحد بيه دايما بيحسبها غلط ومتهور، انما انت العاقل اللي بيحسبها صح. انقذ نفسك وانقذ صحابك وابعت هات الورق. ماشي يا باشا ماشي، بس انا بقى ليا شرط. انت لسه ليك عيد تشرط يا سي حربي؟ نسمعه يا باشا نسمعه. طلباتك يا حربي، اول الورق ما يوصل على البوابه اماني وزين ودعاء يمشوا من هنا. انت بتحلم؟ خلاص يا باشا، يبقى مفيش ورقه بقى ولا حاجه، وعليا وعلى اعدائي. ما بلاش اللي عندي ده يا حربي. هو ده شرط يا باشا؟ انا مش موافق. انا قلت لا يعني لا. طب بعدين ساعتك يا باشا حربي، لو احنا مشيناهم نضمن منين انك ما تعملش حركه من اياهم دول؟ والله انا موجود معاكم ومش همشي من هنا غير لما تتاكدوا ان كل حاجه تمام، ولو حصل اي حاجه يا باشا تبقى اقتلني. ايه رأي ساعتك يا باشا؟ ماشي يا سحربي ماشي. لا يا حربي، أنا مش همشي من هنا لو رجلي على رجلك يا حربي. بطل فتوانة يا زين واسمع اللي بقولك عليه. ما أنا طول عمري بسمع اللي بتقول عليه وبنفذه. المرة دي أنت اللي هتسمع كلامي يا حربي. لو اديتهم الورق هيخلصوا منك. مش مهم أنا يا زين، المهم أنت وأماني ودعاء تبقوا بعيد. وأسيبك لوحدك؟ مش هيحصل أبدا يا حربي. إحنا طول عمرنا مع بعض يا جدع، على الحلوة والمرة سوا. هاجي دلوقتي وأسيبك في الموت لوحدك؟ مش هيحصل يا حربي. ويا نعيش سوا يا نموت سوا، مش هسيبك ابدا يا صاحبي. ده ايه الليله اللي انا فيها دي؟ ايه المسرحيه السخيفه اللي انا بشوفها دي؟ انتوا ايه، هتفضلوا طول الليل تحبوا ببعض؟ هتخلص ولا اخلص عليهم؟ خلص يا باشا خلص. لا يا حربي دور التسجيل جاهز يا فندم. يا حربي هات الورقة وتعالى. اللي عملته ده عين العقل يا حربي، عين العقل يا حبيبي. اوعى توقف تسجيل. حاضر. رؤوف خليك جاهز، أماني ودعاء وزين أول ما يخرجوا هنهجم على طول. تمام تمام يا فندم. كله يجهز. يلا الكل ورايا. اتفضل يا باشا. مرسي يا روجا. هو اللي هيجيب الورق ده هيجي امتى؟ 10 دقايق بالكتير يا باشا. 10 دقايق مش كتير برضه يا عم صلاح. قعده حلوه والعصير احلى. اشرب اشرب. لا مؤاخذة حربي، رشا ما عملتش حسابك في العصير. ما يجراش يا باشا ما يجراش، بس انا يا باشا لا مؤاخذة في سؤال كده هياكل دماغي ونفسي تجاوبني عليه. سؤالين ان شاء الله. المعلمة انشراح ودنيا قتلتهم ليه؟ اسأل نفسك، ما انت السبب. انا؟ ايوه، ما انت لو كنت سبت الورق عند صلاح ما كانش كل ده حصل. لكن انت خدت الورق وقلت لزين انك سبته عند واحد امين وبتثق فيه، وزين زي المدب قال الكلام ده لعم صلاح، والكلام في الاخر وصلني. انا قعدت مع نفسي وقلت يبقى اكيد الورق
يا عند انشراح يا عند دنيا، لكن للأسف ما لقيناش الورد لا هنا ولا هنا. تقوم تقتلهم يا نعيم بيه؟ أنا أقتل الدنيا بحالها في سبيل إني أوصل للورق ده. طب والبضاعة يا باشا؟ البودرة اللي بالملايين اللي كانت في مخزن عنتر وهوب فجأة اختفت، مش همك يا رخرة؟ لا أنت ما دريتش يا عبقري، ما هو البركة في عبد صلاح، هو اللي دلنا على مكان البضاعة في سقارة وروحنا جبناها. يعني البضاعة عندي دلوقتي تحت إيدي، يعني أنتوا خلاص مش ماسكين عليا أي حاجة. وصباعكم اللي كنتوا عايزين تغزقوا بيها عيني بقى تحت درسي، أضغط عليه وقت ما أنا عايز لحد ما أقطعه كده. يبقى لف حبل المشنقة حوالين رقبته. أيوة يا رؤوف. أيوة يا فندم. الهدف وصل بوابة المزرعة. أول ما أماني ودعاء وزين يخرجوا زي ما قلت لك تهجم على طول، مفهوم؟ تمام يا فندم. أي عصام. أوكي. في عربية جت بره يا باشا. سواها بيقول إنه جاي لحربي. خليهم يجيبوه. لا استنى. زين وأماني ودعاء يمشوا الأول يا باشا. أشوف الورق الأول وبعد كده يمشوا. بس ده ما كانش اتفقنا من الأول. أنا بقى عيل وبرجع في كلامي. خليهم يدخلوه. يا رؤوف عربية الهدف دخلت القصر. وأماني ودعاء وزين مالهمش أثر يا فندم. يعني إيه مالهمش أثر؟ العربية دخلت ومحدش خرج. صوت التسجيل واضح عندك؟ تمام كده يا باشا. كنا ماشيين كويسين. اتأكد الأول إن الورق كله موجود وبعد كده نشوف. كده في حاجة غلط. أكيد في حاجة غلط. السلام عليكم. مين؟ عنتر؟ انت لسه عايش يا راجل؟ ايوه يا باشا، زي القطط بسبعة ارواح. ماشي يا قطة، غلطة غلطة هتتصلح قريب. جبت الورق؟ جبته. اشوفه. هتشوفه. حلوة الخزنة اللي انت شايف فيها الورق يا عنتر. هاتوا. استنى عنتر. زين ودعاء وأماني وعنتر يمشوا الأول يا باشا. أشوف الورق الأول. مش قبل ما يمشوا يا باشا. انت فاكر نفسك مين يا واد انت؟ انت تديني أنا أوامر؟ انت فسل ولا تسوى. صرصار أدوس عليه بجزمتي. عايز تمشي كلامك علي أنا؟ ده لسه ما اتخلقش اللي يمشي كلامه على نعيم السيوفي. عارف مين نعيم السيوفي؟ نعيم السيوفي ده خدعة كبيرة قوي، بالونة منفوخة على الفاضي، مستنية بس شك الدبوس قد كده اهو عشان تفرقع. وأنا بقى يا باشا راس الدبوس، إذا لا مؤاخذة يعني هفرقعك. فرقع مين يا فسل؟ ده أنا اللي يقف في سكتي هنسفه نسف. هاتوا منه الورق.
ايه ده؟ ايه ده؟ انت كده بتلعب بالنار يا حربي. انت اتكلم، الورق اللي انا عايزه فين؟ انا قلت لك يا باشا مفيش ورق قبل ما يمشوا، وما دام ما مشوش يبقى مفيش ورق. كده تبقى انت جنيت على نفسك وعليهم، لان مفيش حد فيكوا هيخرج من هنا الا لما اخد الورق اللي انا عايزه. لا هو سعادتك فاكر ان انا جيت لحد هنا ووراي عنتر من غير ما نكون مأمنين نفسنا كويس وكويس قوي؟ لا يا حرب، لا يا حبيبي، اللعبه دي انا اللي مخترعها لك، ما تجيش تعملها معانا، ما ينفعش. احسن لك تعترف يا حربي فين الورق بدل ما تضيعوا كلكم. فين الورق يا حربي؟ رؤوف اهجم حالا، خد رجالتك واهجم على القصر من البوابه وانا ههجم من الجنينه. اضرب عصام. في ايه يا عصام؟ البوليس هجم علينا بقوه كبيره جدا ومش عارفين نوقفهم. لازم نهرب، يلا بسرعه على العربيات، هاتوا البنتين معانا وخلصوا على الباقيين. ماني ودعاء طلع الجراش وسين وحرب طلع وراهم. اقبض عليهم، اقبض عليهم. حطوا البنات والعربية دي، تعالوا ورايا يلا بسرعة. انتوا مستنيين ايه؟ خلصوا عليه. انا هجري من هنا حاول اهيم، وانت لف من الناحيه الثانيه حاول تنجز مني. دعاء يلا بسرعه. تمام كده صاحبي، الحقهم يا حربي. مش انت مجنون؟ يلا بسرعه يلا يا رشا. يلا يا باشا اطلع بسرعه من الباب الوراني. يلا بسرعة. اطلع بسرعة المطار يا رشيد. الو، ايوه سعادة الباشا، الدنيا تربكت على الاخر، الورق ما جاش والبوليس هاجم المزرعة. والبضاعة؟ والبضاعة هناك، يعني البوليس ممكن يلاقيها. أنا اتفضحت يا عزيز باشا، اتفضحت. اهدى يا نعيم، اهدى. رشا جنبك؟ أيوه رشا معايا يا باشا. اديها أنا أكلمها. يا فندم؟ أقول لك اديها أنا أكلمها. عزيز بيه عايز يكلمك. ايوه يا عزيز بيه، امرني يا باشا. حاضر، تحت امرك يا باشا. اتفضل. انت بتكلم عزيز وعزيز بيكلمك.
ما ترديش على ايديا يا باشا. اهدى يا باشا، دلوقتي روح لعزيز بيه وهو يفهمك على كل حاجه. فهمنا على ايه؟ ها؟ فهمنا على ايه؟ ما تنساش حضرتك انه عزيز بيه هو الراجل الوحيد اللي يقدر يطلعك من الورطه اللي انت فيها دلوقتي. بلاش يا أكرم، ده كان هيموت عشاني. عارف يعني ايه كان هيموت عشاني؟ جاي دلوقتي تقول لي بلاش؟ أنا مقدر مشاعرك، بس أنت كمان لازم تقدري الظروف. بعدين بعدين هاخدك ونروح للمستشفى. أماني اسمع كلام أخوك، هو عنده حق. شايف العربية اللي واقفة هناك دي؟ مالها؟ عزيز بيه جواها وقاعد مستنيك. بطل انزله. اتفضل يا باشا. عزيز بيه كويس ان انت جيت بنفسك عشان نشوف هنتصرف ازاي في الموضوع ده. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده بالظبط؟ تعال تعال. أقدم لك يا باشا صلاح بحر المحامي. أهلا أهلا أهلا. أنا سمعت عنك كتير الأيام اللي فاتت دي، كان نفسي أقابلك وأتعرف عليك. لأن اللي ليا الشرف أتعرف على سعادتك يا باشا. لا 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 لا، أنا مش باشا ولا حاجة، أنا اسمي عزيز بيه، الباشا هو أنت. اتفضل اتفضل اركب يا صلاح باشا. اتفضل يا باشا. فينا صح، وده المكيكة تطلع بينا في العالي. جابتنا 7 عرض
ولا يهمك يا زين، طالما انا وانت كويسين بتوظ في اي حاجة يا جدع. وبعدين ما تقلقش، مسيرة بيلي هترجع تلعب معنا من تاني، والكيكة هتطلع في العالي. عم بقى بلاك كيكة بلاك نافع. انت ايه يالا؟ انت ما بتحرمش ولا ايه؟ ده احنا كتب لنا عمر جديد. بصراحة بقى كده احلى، كفاية كده، احلى استوينا. اللي تقول عليها صاحبي بلاها الكيكة. ازيك يا زين يا ابني؟ ألف حمد لله على السلامة. ما يهمكش أي حاجة، المهم إن أنت بخير. تشكر يا عم نصر. ازيك يا حربي يا ابني؟ الحمد لله عم نصر، الحمد لله. إيه يا دعاء واقفة بعيد كده ليه؟ مش تيجي تطمني على خطيبك؟ كويس يا زين؟ بخير. بخير طول ما انت بخير يا دعاء. امال فين الست عطيات يا عم نوفل؟ ست عطيات؟ ما خلاص طلقتها وبالتلاتة. والله خير ما عملت. تعالي يا أماني. ازيك يا حربي؟ عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله. أنا جيت لك النهاردة يا حربي عشان أماني كانت عايزة تطمن عليك، وعشان أشكرك كمان إنك وقفت معايا عشان أنقذ حياتها. تشكرني عليا يا أكرم بيه؟ أنا كنت السبب في الخطر اللي تعرضت له أنسة أماني. بس والله العظيم، والله العظيم ما كان قصدي أعرضك لأي خطر، وعشان كده كنت مستعد أعمل أي حاجة، إن شاء الله حتى أموت، بس تبقي بخير. عارفة يا حبيبي، عارفة. أنا عايزك تعرف إن كل التصرفات اللي تصرفتها معاك كانت بدافع حبي لأختي وخوفي عليها. لكن النهاردة يا حربي عايز أقول لك إنك طلعت إنسان شهم ونبيل وقد المسؤولية. عشان كده لما تقوموا بالسلامة وتخرجوا عايزكوا تقولوا لي المكتب عشان نخلص القضية بتاعت نعيم ونخلص من الموضوع ده كله. الله 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 الله. ايه يا عم انت وهو؟ استحليتوا قعدة المستشفى ولا ايه وننام على السراير؟ قوم يا عم احنا ورانا شغل كتير. انا كده بقولك احنا قاعدين كده ليه؟ وبعدين شغل ايه اللي بتتكلم عنه ده؟ وخلاص كله راح. الا المستودع. مستودع ايه؟ مستودع المعلمة الله يرحمه. أنا خلاص اشتريته بالمزاد وكتبته باسميكم. حضرتك الجميل اللي عملتوه فيا طلعتوني من اللعبة المجندة اللي دي. بس بقول لكم إيه، الشغل الجديد ده ما فيهوش إيه ولا فيه وربنا يوفقنا. وأنا بقى بصراحة ما أقدرش على شغل المستودع ده لوحدي، وقررت أخدكم معايا. بس يكون في علمك أنت أهو من هنا ورايح أنا اللي إيه، أنا الكوماندا وأنتوا السبان عندي. ماشي؟ يلا اعترض تنفس بقى. المعلم الكبير. ايه يا